سيد الوزير، هناك مشكل يطرح هو الأمن في طرق السيار. شنو هي كل مسؤولية على هذه الوضعية وكيفاش نعالجوا السيكوريتي اللي كاينة فيها بارفوا؟ طيب أولا بعدا غير باش تكون الأمور واضحة، الطريق طرق السيارة في المملكة المغربية هي طرق آمنة. علاش؟ تنتكلموا على 1800 كيلومتر من طرق السيارة. إلا خديتيها التصنيف وقارنتيه بدول أوروبية، نحن نوجد في الوسط، يعني على مستوى هاد التجهيزات اللي هي أساسية واللي الإشارة كلفات بلادنا الملايير ديال الدراهم. المستوى الثاني هو أنه طرق السيارة في بلادنا مسيجة بالكامل. عندنا 3050 كيلومتر ديال السياج حديدي، وعندنا حوالي 540 كيلومتر ديال السياج إسمنتي. للأسف هناك بعض التجاوزات من طرف بعض الساكنة المحيطة بطرق السيارة، حنا تنديروها تنصلحوها وهي تجي تفسدها بطبيعة الحال أسباب متعددة. هذا الحرص ديالنا تيكلفنا سنويا حوالي 50 مليون ديال الدرهم، 5 مليار ديال السنتيم، غير فيما يتعلق بهذه الإصلاحات الطفيفة. لما كان المشكل مطروح ديال رمي الحجارة في بعض النقاط السوداء، أنا التزمت أننا هذيك القناطر غادي نسيجوها ونديروا فيها كاميرات ديال المراقبة. نهينا 20 سيجناها بالكامل ودرنا كاميرات المراقبة اللي مرتبطة بالدرك الملكي. فينا نقطة؟ واحد العدد ديال النقاط في المداخل ديال الدار البيضاء، في مداخل ديال فاس، ما عنديش سميتو، ولكن عندنا واحد العدد ديال 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 النقط. وعندنا الان 74 قنطره تنجهزوها، مع العلم بان هذه القضيه ديال التسييج انا كنت قلت ان على مستوى الجماليه ديال الطريق السير، ولكن حرصا على السلامه المستعملين للطريق شرعنا في هاد الامر هذا. وعندنا واحد المعدل مهم جدا، تقريبا كل 16 كيلومتر تيكون عندنا واحد القنطره للراجلي سكنابين باسغيل، وهذوك حنا لي باسغيل تنديروهم فوق ما تيكون طلب ديال الساكنه المحيطه، تنديرو هاد لي باسغيل باش نتفاداو الناس انهم يمروا في الطريق السير. مع العلم وهذا خصو واحد الاشتغال تربوي ثقافي، راه كاين بعض المناطق اللي واخا دايرين فيها لي باسغيل الناس تيخليو لا باسغيل وتيتم غادي في الطريق السير، وهذه بطبيعه الحال الامور اللي خصها تصلح تدريجيا. هذا الجهد هذا هو اللي خلى الان ان الشركه ديال الطرق السياره عموم الخدمه ديالها مقبوله، الاشكاليات ديالها الماليه الان تتحل واحد النسبه اللي هي معقوله، والاستعمال ديال الطريق السير تيتزايد. مع العلم وانا شرط لهذه القضيه، هذا الشيء تنقوموا به في جميع المقاطع ديال الطرق السياره، علما ان كاين مقاطع ديال الطرق السياره باللغه الارقام باللغه الاقتصاديه هي غير مربحه، ولكن حنا تنسميوها خدمه عموميه، سيرفيس بوبليك. اذا تنديروه وتنديروه بطبيعه الحال بكل مسؤوليه، وتنحرصوا على ان المستوى ديال الخدمه يكون بحال طريق السير الرباط اللي المداخل ديالو مرتفعه، بحال طريق السير ديال بني منا اللي المداخل ديالو منخفضه. اذا المشكل لا يبعد عن قلق. ابدا ابدا، نقول لك انا سي شاكر، انا كنت في دول اخرى، ما بغيتش نعطي هذا المثال، كاين دول ديال امريكا اللاتينيه، العرض ديال الطريق الوطني ما تيتجاوز 6 الامتار، وما فيه لا اكوتمون ولا ايبولمون، وتيمشي فيه البوالور الرموكات الكبار وكذا. القضيه في العمق ديالها هي سون كاستيون دو ديسيبلين، حنا بطبيعه الحال تنسع، مع العلم اننا حنا في بلادنا راه غير الطريق الجهويه راه فيها 6 ديال الامتار ديال العرض، لكن طرق السياره تعتبر طرق امنه، ونحن نحرص على ان من تتكون عندنا شي ملاحظه فيما يتعلق ببعض الاسيجه اللي وقع فيها شي تلف او وقع فيها شي مشكل او فيها شي فونداليزم تمشي نصلحوها.